تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والمجد. آمين. اتفضل اقعد. مع بعض ترنيمة اوعى تفكر اني نسيتك. اوعى تفكر اني نسيتك، اوعى تفكر اني بعيد، انا بدم الغالي فديتك، أنا وهبتك
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا ما جيتلكوش بقالي مده، عشان كده احب اهنيكم بالسنه الجديده وبعيد الميلاد وبعيد الغطاس وبكل يوم طيب في حياتكم. نجاوب شويه اسئله. واحده بتقول لي ابن يبلغ من العمر 9 شهور، قمت بتعميده عندما بلغ 3 شهور في القرية التي أنتمي إليها في محافظة أسيوط. وعندما قام الأب الكاهن بتعميده قام بتغطيسه مرة واحدة فقط، وقال أعمدك يا فلان باسم الأب والابن القدس، ولم يقم بتغطيسه في الماء 3 مرات. هل تصح معمودية ابني؟ طبعا تصح. كفاية في المعمودية أنه غطس في الماء
وقام. كون ان الكاهن اخطأ شوية في الطقس لا يمنع ان المعمودية تمت، يعني تمت. ما تخافيش على ابنك، لا تخافي على الاب الكاهن. واحدة بتقول ان هي وزميلها زملاء في العمل وناضجين وارتبطنا ببعض بعد دراسة كل منا للطرف الآخر، ولكن المشكلة في عدم موافقة والدة هذا الإنسان علي بدون حتى أن تراني. يعني بتمارس طقسها كحمى، ولمجرد إني أكبر منه بأربع سنوات. هدي بقى اللي تعبه. رسميا ممكن يتم الزواج، لكن ما دام امه مش موافقه هتعكنن هذا الزواج وهتمنعه. فانت مش كفايه تكوني موافقه ليه وهو موافق ليكي، برضو موافقه العائله مهمه. أجلوا الموضوع وشوفوا الحكاية إيه. واحد بيقول أنا بعمل عملي معيد في إحدى كليات، والمشكلة إني أجد الكثير من الطلاب يغشون من الكتب والأوراق في امتحان آخر السنة. هل أعمل محضر غش ليهم أم أكتفي بالطرد؟ مع العلم أن عدم عمل محضر غش يعني للطالب أنه كل مرة يغش لحد الطرد. ماذا أفعل لكي لا أغدر سيد المسيح؟ أنت أحسن حاجة تطلب إعفائك من مرافقة من مراقبة الطلب وتريح نفسك. تطلب إعفائك من مراقبة الطلبة وتريح نفسك. شوف أي عذر تعتذر به يكون مقبول وابعد. أنت لو عملت لهم محضر غش هيقابلوك بره ويأدبوك الطلبة يعني. ده مرة مراقب قال على التلميذ بيغش، قابله مرة بقرن غزال. يعني ممكن مش سهلة الحكاية دي. اطلب إعفائك من المراقبة وبالشكل ده تريح ضميرك. واحد بيقول أنا شاب عمري 25 عام خايف من كل شيء في الحياة، خايف من بكرة وخايف أنام وخايف أعمل أي شيء، ماذا أفعل؟ كويس إنك أنت مش خايف تخش الاجتماع ده. ده 25 سنة يا ابني، لازم في تربيتك في أثناء طفولتك خوفوك فأصبح الخوف مغروس فيك. كل ده عن الخوف بلا سبب، يعني هو خايف بلا سبب. هل بتنام في الأوضة بالضلمة ولا بتنور النور؟ ما في ناس يخافوا من الضلمة. افحص بينك وبين نفسك، قول ما هو سبب الخوف. هتلاقي ما فيش سبب للخوف. ربنا يمنحك القوة.
آمين يا رب. وفي ناس بيطلبوا إن ربنا يدبر لهم أمور الارتباط والخطبات تمل على خير. يا ريت كلكم تصلوا في الأيام دي من أجل الطلبة اللي بيخشوا في الامتحانات دي، أيام امتحانات، فيا ريت نصلي من أجل الطلبة فيها. واحدة بتقول أنا جوزي بيضرب أولاده البنات وأسلوبه وحش خالص، وأنا مش عارفة أتصرف، وآخر مرة ضرب بنته الكبيرة وكسر لها رجلها، وأنا قلت لأبونا إبراهيم أكلم هو أباء كهنة ولكن لم يفعلوا شيء. طلبت منه سكن بعيد عن زوجي أعيش أنا وأولادي فيه لوحدنا، مش ده الحل يا بنتي؟ لا، زوجك ده بيخلي بناته ممكن يهربوا من البيت ويروحوا في أي حتة نتيجة سوء معاملة الأب. مفروض إنكم تشتكوا لأي عم من أعمامكم، يعني أخ من إخوات الأب ده، يكلمه ويقول له عيب اللي بتعمله ده. ياما بنات بينحرفوا نتيجة المعاملة السيئة بتاع الأب أو الأم. ناس كتير طالبين صلاة ربنا يكون معاهم. واحدة بتقول لي عايزك تصلي وتقول لي ربنا يتمجد ويكمل خطوبتك وزواجك على خير. ربنا يكون معاك يا بنتي ويعمل ما فيه الخير. واحد بيقول احنا ثلاث شباب من اسيوط وامنية حياتنا ان احنا نيجي نسلم على قدسك. انتم من اسيوط؟ طب لفوا وتعالوا. أحسن ناس. خلاص. ربنا يحميك. متشكر. تفضل. صلينا سلام. ربنا يكون معك. متشكر يا حبيبي. حلو كثير. واحد بيقول كيف أتأكد من أن بكوري وعشوري وتقدماتي مقبولة عند الله؟ مادام أنت بتقدمها بمحبة ربنا ومحبة للناس يبقى هي مقبولة. ما تتشككش في الحاجات دي. بتقول عايزة ايه؟ عايزة تقابليني؟ واحد من الشمامسة يشوف عايزة ايه؟
Let it go. نعم طب هاتولي اشوف ابونا الوكيل في الحصول ده واتصل بيها وشوف ازاي نعمل من قبلها وشوف برضو معاه حاضر نشوف موضوعك إن شاء الله لازم الستات يعرفوا إن العياط ساعات ينفع وساعات يضر. العياط ساعات ينفع وساعات يضر. لكن لو بقت الحكاية كلها عياط في عياط في عياط في عياط، الناس مش هتهتم. ولذلك بكاء الرجل بيترك أثر كبير أكتر من بكاء المرأة. لأن المرأة باستمرار بتبكي فالرجل خد على كده بتبكي في الفارغة والمليانة لكن الراجل ما يبكيش إلا لو كان حاجة ضاغطة محطمة نفسيته مش قادر لذلك لو ابن في البيت لو أمه بكت ما يتأثرش لو أبوه بكى يبقى بيتحرق بنار من جوه مش قادر مش قادر يحتمل أبوه يبكي لكن أمه عندها البكا زي التنفس زي ما بتاخد نفس طالع ونازل باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن آية في المزامير بتقول انتظر الرب انتظر الرب تقوى وليتشجع قلبك وانتظر الرب كل واحد فينا ساعات بيطلب طلب من ربنا وما ينتظرش لغاية لما ربنا يدبر له الحكاية عايز يطلب النهاردة يجي له الطلب النهاردة لا اطلب وانتظر الرب وربنا بيدبر كل الأمور حسب مشيئته وبيعمل في الوقت المناسب يعني يديك الطلب بتاعك في الوقت المناسب يعني أنا عايز أضرب لكم شوية أمثلة خدوا بالكم مثلا من يوسف الصديق كان ولد كويس ورايح يفتقد إخوته خدوه ورموه في البير وباعوه عبد كان ممكن نقول يا رب يعني نجيني من دي ربنا سابه راح عبد في بيت فوطيفار واشتغل بكل أمانة وإخلاص وربنا بارك عمله في بيت فوطيفار وبعدين دخلوه في مشكلة امرأة خاطئة كانت عايزة يخطئ معاها وهو رفض
من أجل ربنا، فانتهى به الأمر في السجن. كان يقول يا رب بقى نتيجة إخلاصي وعفتي أترمي في السجن، ما قالش. وفي السجن اتصاحب مع المساجين ويقولوا له أسرارهم ويفسر لهم أحلامهم، وأخيرا انتهى به الأمر إلى قصر فرعون. اللي عايز أقوله أن ربنا لو استجاب ليوسف أو أشفق عليه من أول يوم كان زمانه فضل راعي الغنيمات القليلات وخلص، لكن ربنا انتظر لغاية لما جه الوقت بقى يوسف الصديق الثاني في المملكة، وفرعون سلموا الخاتم بتاعه وبقوا الناس يجوا يسجدوا له وبقى هو ماسك كل حاجة. فيبقى ربنا عمل في الوقت المناسب، استجاب ليوسف في ضيقته لغاية لما جه الوقت المناسب اللي هو يتمتع فيه بالعظمة. ولو استجاب من أول وقت دقيقة بقول لكم كان زمان يوسف قاعد يرعى شوية غنم. فأنت اطمئن إن ربنا هياخد طلبتك ويستجيبها بالطريقة السليمة الحكيمة وفي الوقت المناسب. انتظر، اصبر، شوف ربنا عايز يعمل ايه، ما تجريش ورا الموضوع بعدم معرفة. والحكاية دي عايز اقولها لكم برضو في الجو العائلي وفي الجو الاجتماعي. يعني واحدة تطلب من زوجها طلب وتقعد تلح وتزن وتلح وتزن لغاية لما يضايقه يسيب البيت ويمشي. قول الطلب واديه فرصة يفكر ويدبر في الوقت المناسب. ومش بس الزوج، وأي حد تطلبي منه طلب اطلبي وانتظري، انتظري لما يجي الوقت المناسب اللي يكون اللي طلبت منه الطلب فكر في التدبير وفي التنفيذ وفي العمل. انتظر الرب. يعني أبونا إبراهيم طلب من ربنا نسل واستمر مدة طويلة، ربنا اداله النسل فيما بعد، لكن هو كان زهق قبل كده واتضايق، وعدم انتظاره خليه يلجأ للطرق البشرية اللي ممكن تجيب نتيجة عالمية لكن مش كويسة. فمثلا ربنا كان قال له هديك نسل قد طيور السماء ورمل البحر، نجوم السماء ورمل البحر، وقعد مفيش نسل قد نجوم السماء ولا رمل البحر. هم يعمل ايه ابونا ابراهيم؟ بيقولوا عاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة. قطورة دي مش مشهورة عندكم، لكن قطورة دي تعرف تجيب عيال تمام. فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق، كل دول عيال. سارة هي المرأة اللي ربنا مختاله بالعافية جابت ولد، لكن دي بقى جابت ايه؟ زمران ويخشان ومدان ومديان وإشباق وشوح.
وولد يقشان شبا وددان وكان من بنو ددان أشوريم ولا طوشيم ولا أميم. إيه الهيصة دي كلها؟ لكن ليسوا حسب الرب، فكانت النتيجة أنه مشاهم كلهم وبقي له ابنه المحبوب على حسب مشيئة ربنا. يلجأ الإنسان إلى الطرق العالمية لما ربنا يتأخر عليه. يا ما واحد يطلب طلب وربنا يتأخر عليه أو يظن أن ربنا يتأخر عليه، فتكون نتيجة يلجأ للطرق العالمية اللي ما تجيبش نتيجة، أو لو جاب نتيجة ما تكونش مقبولة أمام الله. يوسف الصديق مش عارش أن ربنا تأخر عليه، ولذلك لما قابل أخواته قال لهم مش أنتوا اللي جبتوني هنا، ربنا هو اللي جابني هنا، وربنا جابني هنا لاستبقاء حياة لغرض إلهي، وما تضايقش أن ربنا تأخر عليه. علينا ان احنا ننتظر ربنا ونشوف الحلول الإلهية اللي جاية من عند ربنا. خدوا مثلا موسى النبي، هو ورعيته كلها تركهم ربنا في فرعون يلخبط فيهم كذا مرة، ومسيش انتظروا الرب لغاية في الآخر لما وصلوا للبحر الأحمر، وجه فرعون وراهم هو وجيشه واضطربوا وخافوا، فموسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. وفعلا ربنا خلصهم وعاقب فرعون. فإحنا ننتظر خلاص الرب، ما نزعلش. ربنا لابد يعمل عملا، لابد يعمل عملا. وربنا من صفاته أنه إله حنين ولا يترك أولاده يتعبوا، بس عليهم ينتظروا الرب، ما يسهقوش ما يدقوش. يقول انتظر الرب قوة وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في واحد بينتظر وهو متذمر، وينتظر وهو متضايق، يقول ايه ربنا مش راضي يشتغل ليه؟ يا حبيبي ربنا هيشتغل، بس انت اطمئن وثق بالإيمان وبالرجاء ان ربنا لابد سيعمل عملا. ناخد مثل آخر، داود النبي. داود النبي الذي اختاره الرب ومسح بيد صموئيل النبي العظيم، مسحه ملكا دون أن يسلمه من الملك شيئا، ودخل داود بعد انتصاره على جولياط دخل في بوتقة شاول، بهدله شاول الملك ده، كان خايف منه ليورث الحكم بداله من أجل شجاعته ومن أجل انتصاره على جولياط. ولكن النساء للأسف الشديد قعدوا يهتفوا لداود هتاف سبب له مشاكل طول حياته. قال وقتل شاول ألوفه وداود ربواته، الربو يعني 10,000. فبص شاول قال الله يدوني أنا الألوف ويدوله هو 10,000، ده يبقى بعد كده يعملوه ملك. فابتدى يذل داود آخر الذلال.
سلط عليه مرات وتقتله، سلط عليه ابنه يونسان يقتله، ما فيش فايدة. فضل يجري وراه من برية لبرية ومن مدينة لمدينة عشان يفتك بيه. وتذل داود آخر ذل، وأخيرا وكان بينتظر الرب يعمل إيه، أخيرا قتل شاول في الحرب هو وابنه، وصار داود ملكا. لعلكم تسألوا طب ليه اتأخر عليه؟ ليه اتأخر عليه؟ لحكمة. داود ده كان شاب جميل أشقر الشعر وله حلاوة في العينين، واد حلو كده ولطيف. ربنا يقول ده أوديه للملك بالشكل ده، ده لازم يتمرمط في الأول، وبعد ما كان طري يخشوشن ويعرف إن الحياة مش مزمار وقيصار ومش غنى ولعب، يعرف الذل ويتربى في الضيقة. أم لما يطلع ملك يحن على المتضايقين ويكون خشن. تقولوا ليه يكون خشن؟ الملك عايز كده، عايز واحد يكون شديد، مش واحد يعتدي عليه عدو ويقعد يزمر له على العود ولا القصار. لا، التزمير ما ينفعش، التزمير ده بينه وبين ربنا. ولذلك داود انتظر الرب وربنا سلمه الملك، لكن بعد مدة، بعد ما جرب الحياة والضيقات والمتاعب والمؤامرات، وربنا قوى قلبه من جوه. دي الحاجة اللي ربنا بيتأخر، أو نظن إحنا إنه تأخر، لكن هو مش بيتأخر. مرة بيني وبين نفسي عاتبت داود النبي في كلمة، وأنا طبعا غلطان فيها لكن أقول لكم عليه. بيقول في المزمور: اللهم التفت إلى معونتي، يا رب اسرع واعني. فقلت له: داود يا حبيبي، ربنا لا يسرع ولا يبطئ، ربنا بيمشي بالطريقه المظبوطه وفي الوقت المناسب. كلمه اسرع دي معناها انا غلبان وتعبان، لكن مش معناها ان ربنا بيبطئ وما انت تنصحه بانه يسرع. لا، ربنا بيمشي مظبوط واحده واحده بالطريقة السليمة اللي توصل. سيبنا من حكاية داود بتاعت زمان، ربنا كان أمامه أيضا الأمم الوثنية. عاشت الأمم الوثنية دي إما في عبارة عبادة الأصنام، وإما في تعدد الآلهة. يعني عند الرومان كان عندهم عدة آلهة تحت رئاسة جوبيتر كبير الآلهة. عندهم إله للجمال زي فينوس، وإله للحرب زي مارس، عندهم آلهة لكل حاجة. وربنا ساكت ومنتظر، وياما ناس اتكلموا مع ربنا على ان الامور تتصلح وسابهم. واليونان كان عندهم مجموعه من الالهه برضو تحت قياده زيوس كبير الالهه، والمصريين كان عندهم عده الهه
تحت قيادة رع أو أمون أو أتون. فضل ربنا صابر على كل هؤلاء الناس ومطول باله، والمؤمنون مستغربين من كل ده، إلى أن جاء الوقت أزال الله العبادة الوثنية كلها، كل عبادة الأمم، والأمم دخلوا في الإيمان. حتى الدولة الرومانية القديمة اللي كانت وثنية واللي كان من أباطرتها العنفاء جدا نيرون وديوقلديانوس، جذبها ربنا إلى المسيحية. والفترة اللي طالت دي الكنيسة صبرت عليها لغاية لما كل حاجة انتهت. ربنا ما بيتركش. تقول لي يا رب سايب الوثنية، أقول لك صبركوا شوية وهتشوفوا النهاية تيجي إيه. بلاش الوثنية، خدوا عندكم واحد كان عنيف جدا اسمه شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي ده كان منضم لرؤساء كهنة اليهود ويأخذ منهم خطابات يجر بها رجالا ونساء إلى السجن بمنتهى العنف. وياما تلاقي ناس قالوا يا رب نجينا من شاول الطرسوسي ده، خدوا اعمل بيها أي حاجة. ربنا ما عملش كده. بطريقة ربنا الجميلة وبذلك المبدأ الجميل، إذا أردت أن تتخلص، أحسن طريقة تتخلص بها من عدوك أن تحول العدو إلى صديق. أحسن طريقة تتخلص بها من عدوك أنك تحول العدو إلى صديق. وفعلا ربنا عمل بالحكاية دي مع شاول الطرسوسي، حوله إلى صديق، ومن شخص مضطهد للكنيسة وقال عن نفسه أنا الذي كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة، حوله إلى رسول يتعب أكثر من باقي الرسل ويملأ الدنيا نشاطا وكرازة وتعليما. يقول للناس أديكم انتظرتوا وشفتوا إزاي شاول الطرسوسي يتحول إلى بولس الرسول، غير له اسمه كمان. بنفس الوضع كيف ينتظر الناس الرب؟ خدوا مثلا الشيوعية اللي جت في روسيا، قعدت 70 سنة والشعب الروسي في مرارة المر. لا يمكن واحد يخش في وظيفة إلا لو عمل التلات حاجات دول، لازم ينجح في الامتحان. ايه الامتحان؟ يقولوا له ايه رأيك في ربنا؟ يقول ما فيش حاجة اسمها ربنا. ايه رأيك في الدين؟ يقول ده افيون الشعوب ويخدروا الناس بالدين. وايه رأيك في الكهنة ورجال الدين؟ يقول كلهم كذابين ونصابين. ان قال التلاتة دول يتوظف، ما قالش شيء لا يجد وظيفة. 70 سنة والشعب الروسي تعبان تحت وطأة شيوعية. أنا زرت روسيا سنة 72، كان كل المؤمنين حوالي 30 مليون. بعد 70 سنة وبعد ما جه غورباتشوف مرت الأمور، بقى دلوقتي عندهم أكتر من 120 مليون شخص أرثوذكسي.
حتى الناس اللي كانوا بيتظاهروا بأنهم تركين الإيمان كان الإيمان في قلوبهم. أنا قلت لكم مرة على حكاية البنت دي اللي عايزة تقول أمها. في بنت مات أبوها وكانت عايزة تقول أمها، فلازم يكون لها وظيفة. تعمل إيه؟ تخش في الامتحان، هذا معروف الامتحان. فقبل ما تروح الامتحان ذهبت إلى الكنيسة وركعت أمام الهيكل المقدس وقعدت تبكي أمام الله بدموع وتقول يا رب نجحني في الامتحان عشان عايز أقول أمي بعد وفاة والدي. حددوا لها ميعاد الامتحان وراحت. قعدت قالوا لها إيه رأيك في ربنا؟ قالت ما فيش حاجة اسمها ربنا. طب وإيه رأيك في الدين؟ قالت لهم دي أفيونة الشعوب. وإيه رأيك في الكهنة ورجال الدين؟ كلهم كذابين ونصابين. فادوها الوظيفة. أول ما ادوها الوظيفة رجعت راحت على الكنيسة وركعت أمام الهيكل وقالت له أشكرك يا رب إنك نجحتني في الامتحان واديت الوظيفة. دي معناها إن الإيمان كان موجود في قلبهم لكن على لسانهم يشتموا لكن مش من قلبهم. على رأي أبيات شعر قالها أمير الشعراء أحمد شوقي عن بعض أنصار وأولاد علي بن أبي طالب. كان الأمويين والحكم الأموي ضدهم، فواحد منهم بيقول إيه؟ أحب الحسين، يحب الحسين بن علي، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه. لساني عليه أتكلم ضده وقلبي معه. أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه حذار أمية أن تقطعه. فكان الشيوعيون في روسيا خوفاً من الحكم الشيوعي يقولوا أي كلام ولو ضد الدين، لكن قلبهم مع ربنا. لما جات الفرصة وزال عنهم عنصر الخوف اعترفوا بربنا، وزي ما قلت لكم بقى فيهم بس من الأرثوذكس 120 مليون أو أكتر. لكن احنا عايزين طبعا الشخص يكون يحب ربنا ويكون لسانه أيضا مع ربنا. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ربنا من السماء باصص لكل حاجة وعارف الشر اللي بيعمل تحت الشمس، ولابد في يوم من الأيام يدافع الله عن الحق بنفسه. بس على المؤمنين بربنا إنهم ينتظروا الرب، يشوفوا ربنا بيشتغل وهيعمل إيه. الشخص اللي ما يعرفش ينتظر ربنا هيدخل في قلبه الخوف والقلق وعدم الاطمئنان. لكن عشان تنتظر ربنا لازم تكون مؤمن، مؤمن بأن ربنا صانع الخيرات ولازم هيعمل خير، وبالشكل ده تطمئن من جوه ويبقى بتنتظر الرب وانت قلبك هادي ومتشجع
تشدد وتشجع وانتظر الرب ولا تلجأ إلى الطرق البشرية واشعر بأن ربنا لابد أن يعمل عملا. تفضل وانصب. أمين أمين ويازك سابديك أيوك يا علي ابني أماتيك نكايك استسعيون أسكنيون آمين تنوشيفو لنغوي موشيو بن شويسي سوز ريسوس في طافر نستافين ريق النهمي من اجر شانتي صوت خني نوفي سلمون وهنينان اكيد شي سخيري سمو سيستيم تقوي بنتي من شي صادق تيم تخلو ينتي عقبينو جن انتي ما سو صالة بكتت صوت بنتي ضافيتي صوفية انتي سولوم بابن من بركليتم في طفيشن يا بوستولوس شوسفي علي بنت طاهرة في بنيوت الطايوت نار شيرس بابا فاشينوتي نمن نيوت نيبس كوبس نيت كيني من افنوت انتي اتفي طفق رويش النسرون وصنهم ميشن رمبين مهنسي ونهيريني كون انتي سفيون نوغاشي تيرو سابا سيت النوت شالاف جين كول طبي بخريستو سيري كنت افقان انو فيناني فلخن ويرين غطاب افنيشتين ناي كريا ليسون كريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو يرو استيمي تانيا كوني فلغم بيسون. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معك وأمين.